انت ديما البنيات تقول لا والله كتاب ما ناقصته شيء. يا بنتي هذا اللي ما ناقصه شيء هذا في الجنه، زي ما انت ما فيش كامله كذلك الشاب ما هوش كامل. عدم الموضوعيه من فتاه يقول لها نيم نسكن بالايجاب تقول له اي عادي عادي ما عنديش مشكله. بنسكن مثلا في حاجه بسيطه اي عادي نتحمل. المهم هي تتزوج باي طريقه بعدم العقلانيه. زي ما ايضا عند الشباب او بعض منهم لما يوصل لمرحلة أو إنه قارب الأربعين فرضا أو أقل، لأنه ما بديش يحط عمر معين أو مقياس معين. ولكن يبدأ إنه هو مجهز نفسه خاصة مع ظروف الحياة هذا، فنقوله وصل مرحلة من العمر لا والله بتزوجها بفارق عمري من 20 سنة. لا يقول لك تتربى على يدي وحنغيرها. هنا عدم الموضوعية، هنا صراع أجيال. زمان الأمر كان فيه سهل ويسير، فرق العمر بعد الظروف كان يتعدى هذا الأمر. التكافؤ العمري الآن لا، أصبح في عدم عقلانية، ما فيش تكافؤ عمري. هنا حيصير لك صراع أجيال، شئت أم أبيت. الصور ليس من علامات السعادة يا شباب ويا رجال، هذا واقع نحكي فيه الآن معاش من المجتمع الليبي.